إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. فزورة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. عمرك سمعت عن واحد بيتمنى حاجة وبيحلم بيها ويتمنى إنها تتحقق، ولما تيجي لحد عنده يرفضها ويقول لك لا مش عايزها؟ طيب لو قلت لك إن مش واحد بس اللي عمل كده، كتير من الناس عملوا كده ويمكن لسه مصممين على كده. غريبة شوية ولا إيه؟ النهاردة حل فزورتنا الطبية عن حلم، وحلم كبير كلنا كنا بنحلم بيه بقالنا سنين وشهور، وكلنا بلا استثناء كان نفسنا يتحقق الحلم ده، وكنا دايما بنتمنى انه يكون موجود. لكن الغريب والغريب جدا انه لما بقى في ايدينا، ناس كتير مننا بتقول لا مش عايزين. حلم كنا بنتمناه عشان نرجع المية لمجاريها، حلم كنا بنتمناه علشان نتخلص من خوفنا وما يبقاش عندنا ذعر أو قلق من كل حاجة ومن كل حد حوالينا. بعد الفاصل هنقول كمان عشان نعرف ايه هو الحلم ده. بكل عام وايام معاك وعمره ما بيخلفش معاك، بكل عام وايام معاك وعمره ما بيخلفش معاك. أعزائي مستمعي برنامج فزورة لصحتك على إذاعة البرنامج العام، علشان احنا هدفنا اننا نقدم لحضراتكم المعلومة الطبية المفيدة والصحيحة، هنقوم بعد إعلان اسم الفائز يوميا مباشرة بإذاعة الحل الصحيح للفزورة. وهيقدم لنا الحل الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي بنفسه على صفحة البرنامج الرسمية على الفيسبوك، برنامج معلومة لصحتك بإذاعة البرنامج العام، وده هيكون كل يوم بعد إذاعة الحلقة بقليل. انتظرونا. النهاردة الفزورة عن حلم. الحلم ده جه وتحقق وقدر ينهي على جزء كبير من مشكلة كبيرة كانت بتؤرقنا شهور وشهور. صحيح الحلم ده ما منعش المشكلة خالص ولا هيقدر يمنعها خالص، لكن على الأقل قلل كتير منها وخفف من ضررها اللي كان بيأثر على الكبير والصغير. هل ينفع بعد ما الحلم ده اتحقق نقول لأ أصلا أنا خايف منه، بلاش أصلا أنا مش عايز، أصله ممكن يتعبني، أو ده ممكن يعمل لي مشكلة وأنا أصلا مش ناقص؟ الحلم ده اتحقق للبشرية في صورة جايزتين، وبقى في جايزة ثالثة كمان علشان تحوش عنك كل المشاكل والاضطرابات. الحلم ده كان ومازال هو الأمل الوحيد إننا نقضي على الرعب اللي كابس على نفسنا ومسيطر على كل تفكيرنا من شهور وشهور وشهور. الحلم ده علشان نسهلها لكم عبارة عن حقنة كنا كلنا في وقت من الأوقات نتمنى ناخدها علشان تبعد عننا الأذى والمتاعب. حلم هيحميك ويحمي اللي حواليك، حلم شعاره للجميع مفيش حد هيبقى في أمان إلا لما كلنا نبقى في أمان. سؤال حلقتنا النهاردة، إيه هو الحلم ده اللي كنا كلنا منتظرينه على نار، ورغم كده لما تحقق على أرض الواقع كتير مننا لسه بيكش منه؟ عزيزي المستمع، لو عرفت الحل وعايز تشارك في برنامجنا، ابعت إجابتك على صفحة البرنامج معلومة لصحتك بإذاعة البرنامج العام على الفيسبوك، وكل يوم هنعلن الفائز على صفحة البرنامج على الفيسبوك، والجوائز مقدمة من
مراكز مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمي والعيادات التخصصية ومعامل المختبر للتحاليل الطبية ومركز سيتي سكان للأشعة بحلمية الزيتون بالقاهرة. وبكرة فزورة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.